السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بلال بتميم من مدونة بوب المعلوماتية. في حلقتهم إن شاء الله سأقدم لكم حلقة رائعة وهي كيفية الحصول على فيزا كارد وهمية يمكنك استعمالها مباشرة من الانترنت، يعني لا تصلك إلى منزلك كبطاقة بايونير أو البطاقة الأخرى، ويمكنك أيضا تفعيل الباي بال بها ويمكنك التعامل بها وكأنها بطاقة حقيقية. نأتي الآن لشرح الحصول على هذه البطاقة، ابقوا معنا. أولا تقوم بالدخول لهذا الموقع www.bancor.com والذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو. بعد الدخول له تظهر لك هذه الواجهة، تضغط على هذا الزر sign up لتسجيل في الموقع. تقوم من هنا باختيار دولتك وتقوم بإدخال رقم هاتفك. أنا قمت بتسجيل سابقا لذا لا أعيد التسجيل من جديد. تضغط على زر وافق على شروط الاستخدام ثم تضغط على next، ثم ستظهر لك هذه الرسالة. تقوم بكتابة الكابتشا من الأسفل وتضغط على call me، وستأتيك مكالمة من هذا الموقع تطلب منك إدخال كود بين، وتقوم بإدخاله من لوحة مفاتيح في الهاتف والذي سوف تستعمله في تسجيل دخول في الموقع. بعد عمل البين في الهاتف تقوم بالتوجه للصفحة الرئيسية وتقوم بكتابة رقم هاتفك هنا، وقم بكتابة كود البين الخاص الذي قمت بإدخاله سابقا واضغط على زر لوجين وانتظر حتى يتم تسجيل دخول. بعد تسجيل الدخول ستظهر لك واجهة الموقع هكذا. هذا هو رقم البطاقة الخاص بك والذي تستعمله في الشراء أو تفعيل الباي بال به، وهذا هو من هنا مدة صلاحية البطاقة، وهذا هو الكود السري الخاص بالبطاقة، وجميع المعلومات تجدها هنا. يعني تستطيع أن تستعمل هذه البطاقة من خلال هذا الموقع مباشرة دون أن تصلك البطاقة لمنزلك. يمكنك أيضا أن تستقبل الأموال من المواقع الأخرى من الأعضاء الآخرين في هذا الموقع وكأنك في موقع بايونير أو جميع مواقع البنوك الأخرى. وسأضع لكم أيضا كيفية تفعيل حسابك الباي بال بهذه البطاقة أسفل هذا الفيديو. بهذه الطريقة تكون قد حصلت على فيزا كارد وهمية يمكنك استعمالها مباشرة من الانترنت، ويمكنك أيضا تفعيل الباي بال بها. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه الحلقة. إذا واجهتم أي مشاكل في عملية التسجيل أو أي مشاكل أخرى لا تترددوا في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو أو على موضوع على هذه الحلقة على مدونة بوب المعلوماتية. إذا كانت لك هذه أول حلقة تشاهدها لا تنسى الضغط على زر الاشتراك في القناة ليتصلك جديد فيديوهات تقنية، وإذا أعجبتك هذه الحلقة لا تنسى الضغط على زر لايك. تم الشرح بواسطة بلال بتومي من مدونة بوب المعلوماتية. أراكم في حلقة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.